بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله. اليوم عندنا إن شاء الله قميرات. هنا في العاصمة سموهم القميرات ولا تشارك العريان، وعلى بالي الناس كامل يسموهم تشارك العريان لابليباغ في الجزائر من الشرق للغرب. إن شاء الله اليوم راح نفيدكم بهذه الوصفة، لأني حنعطيكم أسرارها والوصفة الأصلية والتقليدية، ما نبدل فيها والو، بالعكس أسهل من هذه ما كاش. نبدأ على بركة الله. الحين نخدم اليوم بالكيلة. عندنا 3 كيلات فارينة، نخدم كلش تعمدت باش نكيل قدامكم ونخدم كلشي قدامكم، ولازم تتصير، لازم نهويوها كي الفارينة كي السكر كي الملح كي لافاني كل شيء مع نفسه. هلا هذه الكيلة الأولى لازم تكون ممسوحة. هذه كيلة، هذه زوج، وهذه 3. هيك نزيد لهم كيلة تاع السكر ناعم لو سوك غلاس. هي في الاصل تجي نص كيلة، انا كنت متعودة ندير لها كيلة. زيد نخلطها مع ديك الفارينة، نزيد لها مغرفة تاع القهوة في الكيلو، الكيلو تاع الفارينة عندنا مغرفة تاع القهوة تاع الخميرة. هاديك هكذا زيد لها مغرفة تاع لافاني، كوياغ سوك مغرفة كبيرة هكذا. نصير كل شيء، هاديك لازم نصيرو كل شيء مع بعضها باش المكونات تدخل كامل في بعضها هكذا. هاديك شوفوا كل حاجة دخلت في بعضها. نشد الكيلة تاعي اللي كيلت بها هاديك، واش ندير فيها؟ ندير فيها كيلة تاع السمن. السمن هذاك ذوبته وخليته عاود ولا نطم شويه، ماشي جمد، هاوليك هو سائل مي ثقيل. نزيد ندير الكيله تاعي هايليك تاع السمن. شوفوا برك السمن اللي تكون النوعيه تاعو مليحه هايليك. نشربها هكذا قبل ما نرمي يدي في العجينه. واش ندير؟ ندير البيضه تاعي في هذيك الكيله اللي خدمت بها، حبه بيض تدخل في كيلو. وهنا شفيت ولا درت القرصه تاع الملح، مي الله اعلم ما درتهاش. نزيد ندير قرصه تاع الملح هكذا، قلنا الملح ماده حافظه، كاين بزاف اللي يقول لك ما نديروش ولا ينساوه ولا، من المستحسن انكم ديروا. هذيك الكيله نزيد لها الماء هاوليك، ونزيد لها الماء زهر. ندير كيله ناقصه صباع ولا زوج، انا في الحقيقه ندير
تشكيله ناقص اصبع هكذا. هاديك نضرب البيض تاعي هاديك الكيله نعاود نحطهم بجه ونبسس لاباط ديالي هكذا ندخلها كامل في دمها. هنا واش ندير؟ ندخل الكيله ديالي كامل ما تخافوهاش. ها هي شوف كما تشوفوها جات هكذا تقولوا بالك فسدت، يعني ما فسدت ما والو، نخليها دو كوتي تعاود تشرب كامل معها. ها هي ليك هكذا نطبها بجيه ما نعجنهاش. ها هي ليك ديجا شربت، ها نطبها بجيه وليك لازمش تنعجنها، هذه هي لاستوس. طمها بجيه ونوريكم كيفاش نختم العقده. درت العجينه تاعي وخليتها تروبوزي، دوق واش ندير؟ ندير العقده. هاو اللوز تاعي رحيتو ودوق نقولكم كيفاش يجي بالكاوكاو. هاو ليك اللوز تاعي مرحي رقيق، ماشي كي رقيق رقيق، لكن طعم رقيق مرفود شويه. ندير 3 كيلات تاع اللوز هاوليك، توجور الكيله اللي ديروا بها العقده تكون صغيره، النص تاع الكيله تاع العجينه هكذا. هاي الثانيه الثالثه هكذا، ونزيد كيلة ناقص صباع تاع السكر العادي. هاديك في العقدة دو بريفيرونس ديرو لافاني ليكيد. ندير شوية ما نكثرش، الكيله تاعي ماشي كبيره بزاف، مش حتى تولي زفره. وهنا نرش شويه تاع الماء الزهر ونعجنها. روحوا بالعقل بالك، وتكلفت لكم العقده صعيبه بزاف في الماء الزهر والماء. هاديك هاديك نبدا نفتل فيها تولي عقدة. هنا هنايا ولات لي عقدة، نلمها نوريكم شحال نوزن العجينة، نوريكم كيفاش تمكن شربت كامل ماها. خلوها تروبوزي على الأقل نص ساعة، وإذا كنتو في الصيف ديروها في الفريجيدير، ولا كنتو في الشتا خلوها دو كوتي نص ساعة تروبوزي وخلاص. هكذا نجيب العجينة تاعي نوزنها قدامكم. قبل ما نروح للعجينة نوزنها، نفهم لكم برك على تاع الكاوكاو ونقول لكم واش ندير فيها العقدة هذه باش تقعد لي طرية. انا دائما ندير مغرفة صغيرة تاع السمن. هايلك السمن يرطب الحاجة وتقعد تشد تشد شحال، تقعد لكم شحال وهي رطبة. هايلك ندخلها السمن ديالها ونفهم لكم العقدة تاع الكوكب واش ديروا فيها. بسم الله. العقدة تاع الكوكب واش يجي فيها؟ ديروا زوج كيلات كوكب محمص رقيق، المرة الجاية نديرها قدامكم باش تشوفوها، بصح انا نقول لكم واش ديروا. وديروا كيلة بون زوج كيلات كاوكاو، والكيلة الثالثة ديروها نص كاوكاو ونص جلجلان، ارحيوهم مع بعضهم وديروا لهم كيلة موان دو دوا تاع السكر. الكاوكاو جاي مزيت يرمي السكر، ما يحملش بزاف ليدام.
سي بور سا توجور نقصولو السكر. هاي ليك العقده تاعنا، شوفوا ما شاء الله، هاي ليك رحت لها غير بالسياسه حتى ولات عقده. نوريكم العجينه تاعي كيفاش ولات. هاي ليك العجينه تاعي كيف كيف ما شاء الله، ما تعبت معاها ما والو. هاي ليك ان شاء الله تكونوا فهمتوني في الكاوكاو. نرفدها ونوزن لي بول 35 غرام. نزيد نعاود لكم مره وحده العقده تاع الكاوكاو كيفاش. قلت لكم تشدوا زوج كيلات تاع الكاوكاو محمص، حمصوه ورحيوه، ديروا معاه كيله واحده اخرى تاع الكاوكاو ونص تاع الجلجلان، عاودوا رحيوهم كيف كيف وديروا معاهم كيلا موان دو دوا تاع السكر بعد ما ترحيوهم ولموهم كيما لميت انا، شويه تاع السمن والماء والماء زهر. نكمل العجينه، نوزن العجينه تاعي كامله كشتوها. هاي ليك سهله في الخدمه، نخليها تروبوزي ونوري لكم كيفاش نفاصونيو التشارك ديالنا. درنا العجينه تاعنا، خليناها ريحه نهدم نص ساعه، وزناها 35 غرام ودرنا العقده ديالنا. هاي لي كاري واجده، انا بديت نفاصوني ونوريكم الطريقه كيفاش تخدموهم. شد الحبه ديالي هاي ليك، نديرها كي شغل زروديه هكذا، نعطي لها لا فورم هاديه، نحطها فوق لو بلون دو طراباي ديالي ونستعمل الحلال. نروح سوغ لو كوتي هاك وهاك، نخدم بيدي وبالحلال. هاي ليك هاي ليك، شوفوا كيفاش ندير هاد الحلوه، تحب برك التركيز، تركزوا تخدموها باتقان. هاي ليك ندير لو تريونغل غير بالحلال. زمان كانوا يديروا العجينه يحلوها ويطبعوها وباش يفاصونيوها ويجيهم توجور يعمرمدهم في الخدمه، تجي يابسه الحاجه ديالهم. هدايا مع الوقت كاين اللي افتكر وخرج هذا الحل وطبقنا هذه الطريقه، كانت طريقه بزاف سهله وعمليه احسن واحسن. شد العقده ديالي هاي ليك، ندير حربوش، شوفوا كي تكون مخدومه مليح. هاي ليك شوف نتعامل معاها كيما حبيت، ما راهي جاريه ما يتفتت ما والو. ندير حربوش تاعي عادي، نحط الحربوش تاعي فوق العجينه، ندير صبع منا وندير صبع منا، نخلي قيس صبع صبع هكذا. نلوي لاباط ديالي، اللي عنده لي كوبات يعاون روحو بيهم سينو لي تكفي. هاي ليك نلويها، نتحفها قبل ما نلويها. هاي ليك نلوي الحبه ديالي هلا، وهنا ما نستعملش يدي، نستعمل الكف. هاي ليك شوفوا الحبه تاعي كيفاش مستويه، نحطها قدام خياتها باش يكونوا كامل قد قد. زيد نعاود لكم وحده، ندير زروديه، وهذيك زروديه نخدمها بالحلال حتى ندير ان تريونغل. هاي ليك هكذا، انا عاونوا روحكم بيدكم. هاي ليك لو تريونغل تاعي راه بدا يبان، غير بالحله ندير تريونغل تاعي. هاي ليك شوفوا، هذه في زمان الشتاء تخدموها اليس، كي يكون الصيف وتكون تبدا تدوب في يدكم، هي نورمالمون ما تدوبش باسكو كي السكر فيها اللي تبدا تدوب. ديروها او فخي فريجيدير سنيوا وخدموا اليس. هاوليك لو تريونغل تاعنا فوالا، وباين غير بالحلال وباليد. ناخذ اللوز تاعي هاي ليك، ندير الحربوش ديالي هاوليك الحربوش فوالا، هاش تعاود تكسر لي سهل. هاي
هنا واش ندير؟ قلت لكم نحطو فوق العجينه، نخلي قيس الصبع منا ونقطع منا كيف كيف، نخلي قيس الصبع صبع منا وصبع منا، نقلب العجينه عليه ونتحف الحبه ديالي قبل ما نبدا نلوي فيها، نتحفها في الخدمه هنا هكذا، وميم طون يخرج لها الهواء، وندور 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 هكذا. انا كي نشوف شويه قعدت لي في الكوبات ما نضيعهاش، نعاود ريكوبيريها نديرها هنا ها هايك، ولا اسهل هايلي كاني نخدم بالكف ما نخدمش باليد. كي ندير 10 ولا 15 نخليهم هكذا بهذا الطول، يعاونوني كي ندورهم يكونوا نيفو واحد، تجوني كامل حبات قد قد. عاود نجيبها لعندي سقمها غير بكفي هكذايا ونسقمها هكذا، ها راه هاي لك تشاركة الله الله. نزيد الثانية، أنا نكمل التشارك ديالي ونقول لكم السر تاعو باش يجي شباب ما يتبدلش في لافورم في الطياب ويقعد مبسس، لازم يبات هكذا، لازم نخدمو كامل هكذا. الكيلو خرج لي 52 حبة بلا الحبة الصغيرة هديك تاع 27 غرام، نبيتو كامل هكذا. وغد من داك نوريكم كيفاش ندير له البيض تاعو واللوز تاعو وكيفاش نطيبو. الشارك ديالنا بعد ما بيتناه شوفوا النتيجة تاعو، ترفدي الحبة تخدمي بها أليز هايليك، تقعد لا فورم ديالها هي هي ما شاء الله. شوفوا الله يبارك شحال شباب. عندي حبة بيض هايليك، ندير لها شوية تاع لافاني كيما على بالكم البيض عندو ريحة سبيسيال هايليك، نضربها مليح. انا ما نستعملش الصفاره غير حبه بيض كومبلي هايليك. عندي اللوز ملحي مدشش هايليك، بيان سور اللي يحب يدير كاوكاو يقدر يدير من داخل اللوز ومن برا كاوكاو ما كاش اشكال. حبة تاعي وهي في بلاصتها وهي في بلاصتها هايليك، شوفوا كيفاش وهي في بلاصتها لهنا، دهناها من اللور مليح، من نرفدها من مسها ما والو، وين بيتها وين ندهنها بيان سور. غطوها بمحير ما في الليل ولا بانيلون ولا ولا عندكم ضرب نقي ما تغطوهاش، خلوها ما عندك حاجه هكذا. ندهنها مليح، شوفوا كيفاش ندير لها اللوز ديالها، نرفد الحبه ديالي ونحطها لداخل وندير هكذا هايليك، ما نمسها ما تمسني. من تم نرفدها ديراكتومون للسنيوه ديالها، نحي الزياده تاع اللوز ونحطها في السنيوه ديالها هايليك. نزيد لكم حبه ونفهم لكم في الفور كيفاش نديرها. الفور يطيب يطيبو 150 في الوسط، ما لازمش تقويو النار باسكو باش يطيب من الداخل، وكل 5 دقائق 6 دقائق 6 دقائق دورو السنيوه ديالكم باش يطيب كامل على وجه واحد هايليك. نكمل لكم الوحده هذه نديرو يطيب، شوفوا كيفاش نرفدها هايليك، نحطها من داخل من نمسها ما والو ها. فوالا كيما قلت لكم نديرو في فرن 150 درجة، الوقت ما نقدرش نحدد لأنه يحب يطيب بعقله. شوفوا ما نحطهم في سنيوة هايليك، نعطي لهم حقهم نسقمهم بالطبع والشان باش يجو على وجه واحد وراها على وجه واحد. أنا نكملو نديرو يطيب
ونوريه لكم ان شاء الله كيفاش خرج في صحن التقديم، ونقول لكم الى وصفه مقبله ومع السلامه.